نحن الآن أمام وقفة بالشموع على غرار مجموعة من على غرار كل المديريات الإقليمية التي تنظم في هذه اللحظة مع في الساعة السادسة والنصف وقفات بالشموع. الغرض والغاية من هذه الوقفة هي التنديد بالتوقيفات الجائرة في حق نساء ورجال التعليم. نحن نعتبر هذا التوقيف شططا في استعمال السلطة، نعتبره ضربا للقوانين الجارية بها العمل، ونعتبره ضربا حتى للدستور. الحق الذي مارسناه حق مشروع يكفله لنا الدستور، تكفله لنا كل المواطق، حقنا في الإضراب. كيف يعقل أن يضرب رجال التعليم هذه المدة وتأتي الدولة في آخر المطاف وتتهمنا وتوقفنا باعتبار أننا لا نؤدي واجبنا؟ أين كانت هذه المدة 3 أشهر؟ كيف يتم انتقاء مجموعة من المناضلين ومجموعة من رجال التعليم دون الكل؟ الكل كان مضرب، الكل كان مضرب. سياسة التوقيفات هي سياسة ترهيبية، هي سياسة لا أقل وأكثر استعمال، شطت في استعمال السلطة. نطالب، وهذا هو الهدف من هذه الوقفة، بسحب التوقيفات أولا، ثانيا بإرجاع الأموال المسروقة المقتطعة من أجور ونساء رجال التعليم لأنهم كانوا يمارسون. وأذكركم هنا الصحافة حاضرة ونحن في هذه الوقفة أن أغلب الإضرابات التي قمنا بها كانت النقابات تغطيها، كانت النقابات تغطي، حتى النقابات التي وقعت على الاتفاقيات كانت تغطيها، فهي تتحمل هي مسؤولية في هذا في هذا في هذا في هذا الاحتقان. فإذا كانت هناك وقفات تغطيها التنسيقيات وتغطيها باستثناء الأسبوعين الماضيين، فإذا سحب التوقيفات هذا هو الغرض من هذه الوقفة، ثم إرجاع القطاعات المنهوبة، ثم آنذاك نفتح الباب لحل الملفات العالقة والتي لا زالت لحد الساعة تخلق هذا الاحتقان. فإحنا كنا ننتظر باعتبار أن الدولة تتبجح بكل قيم الديمقراطية وهذا الحراك التعليمي الذي وصل شرقا وغربا في العالم، كنا ننتظر أن يتم إعفاء الوزير المسؤول الأول عن هذا الاحتقان، لا إعفاء شرفاء الوطن رجال ونساء التعليم. فإذا الغاية والهدف أولا مطلبنا واضح، سحب التوقيفات، إرجاع الأساتذة إلى أقسامهم، وآنذاك للحديث بقية مع الوزارة ومع الحكومة ومع المسؤولين عن هذا الاحتقان. إذن فنحن كنساء ورجال التعليم نؤمن بمؤسساتنا ونؤمن بما تخرج به من اتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين. إذا فاتفاق 26 أبريل 2011 باعتباره اتفاقا مؤسسا يدخل في هذا الإطار وبدأ تنفيذه، ولكن لم يتم تنفيذ ما تبقى منه وهو الدرجة الجديدة أو ما يعرف بخارج السلم، ثم التعويض عن المناطق النائية. إذا فهذه المادة وهي خارج السلم هي التي امتصت غضب نساء ورجال التعليم وامتصت غضب المواطنين في الفصل التي كان فيها المغرب كله يعرف ما يعرف بالربيع العربي، وكان ممكن أن يكون المغرب كما هو الحال بالنسبة لمصر وكما هو الحال بالنسبة لتونس وكما هو الحال بالنسبة لباقي الدول التي عرفت حراكا ورأينا ماذا وقع فيها. إذن فالمغاربة من خلال هذه التوجيهات الملكية ومن خلال هذا الاتفاق التاريخي الذي هو اتفاق 26 أبريل 2011 امتص غضب المغاربة، من حقق لهم بعض المطالب، ولكن مع الأسف الشديد لم يتم تنفيذ المطالب الأساسية للنساء ورجال التعليم العاملين في الأقسام، وتم إعطاء مجموعة من الامتيازات للذين يشتغلون بالإدارة التربوية، ولكن تم إقصاء نساء ورجال التعليم. والوقفة اليوم هي للعمل التعسفي، العمل الانتقامي، العمل اللا قانوني التي قامت به وزارة التربية الوطنية تجاه العاملين بالأقسام وهم النساء ورجال التعليم بتوقيفهم بطرق غير قانونية، باعتبار أن الإضراب هو حق دستوري وحق مكفول من القانون، فلا يمكن لمدير الإقليمي أو المدير المركزي أن يوقف نساء ورجال التعليم بشكل تعسفي، لأننا في الوظيفة العمومية هناك مساطر يجب تتبعها وتبدأ
بالاستفسار ثم بالانتباه ثم بالانضاط ثم بالتوبيخ، ثم بعد ذلك ياتي بعد التوفيق بعد ان يمر بالمجلس التاديبي. لكن ان نرى ان هذه التوقيفات فيتؤكد لنا على ان هذا النظام الاساسي الذي رفض بالاجماع انه يكرس ما كنا نخاف منه، وهو تفويت قطاع التعليم كما تم تفويت قطاع الصحه.